الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. في الكتاب البخاري باب التجارة في أيام الموسم والبيع، ما زلنا مع كتاب الحج في أسواق الجاهلية. روى المصنف بسنده الصحيح عن قال حدثنا عثمان بن هيثم ومن سخاة الأزباد قال أخبرنا مجريج عبد العزيز عبد الملك، وهذا قمة العلم في مكة رضي الله عنه وأرضاه، وشيخ عمرو بن دينار سقاط الأثبات قال ابن عباس أو قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس من السبع المثنين على النبي الأمين ترجمان القرآن صحابي من صحابي. كان ذو المجاز عبا عكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهنا ابن عباس كان يقرأ هذه في مواسم الحج وفي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. كانوا في الجاهلية لا يريدون الحج، كانوا في الجاهلية إذا أقاموا السوق يقيمونه في غير العبادة في غير الحج، فإذا كان الحج يعني فرغوها ومنعوا أنفسهم عن التجارة وعن البيع وعن الشراء، يقولون ليس للحج، يعني هذا التوقيت ليس إلا للحج. وكان ابن عباس يخالف ذلك ويعلم الناس بأن البيع والشراء ولو كان على عرفة لكان صحيحا، والبيع والشراء أيضا لو كان في منى لكان صحيحا. ولذلك قد يكون الحاج ويكون مستأجرا، يعني يحلق لمن يحلق له إذا كان قد تحلل، يحمل لمن يحمل له وبأجرة، يبيع بتجارة معه لأهل عرفة والأهل منى له ذلك. والأصل أنه ينزل تحت عموم قول الله تعالى وليشهدوا منافع له. ولذلك ابن عمر ما رأى بأسا في التجارة في الحج، لما سئل ابن عمر في ذلك قال أليس تحرم وتلبي وتطوف البيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. وإن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليشهدوا منافع لهم. وقال مجاهد هذه الآية حلت لهم التجارة في المواسم، وكانوا لا يبيعون ولا يبتعون بعرفة ولا بمنى في الجاهلية رغم رغبة لمنافع ما يرضي الله جل وعلا تعالى من أمر الدنيا والآخرة. قال وعطاء، وقال أبو جعفر المغفرة وهو أحسنها. فإذا أراد العبد، إذا أخلص لله عبادة وأراد الكفاف فله ذلك حتى يبتغي الكفاف. عمر بن الخطاب كان يقول لأن أموت في سعي أبتغي كفاف وجهي أحب إلي أن أموت مجاهدا في سبيل الله. وقد بيّن النبي الذي يعف أهله ويسعى عليهم يكون شهيدا إن مات على ذلك. ولذلك قال ابن عباس هذه الآية قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم نسخت ما كانوا عليه في الجاهلية من ترك التبايع في الحج، وأنهم كانوا لا يخلطونه بغيره، فأباحهم الله جل وعلا تعالى التجارة في الحج ابتغاء فضله. وهذا لا يشوش على العبادة بحال من الأحوال، وأنه يجوز للمرء أن يتاجر ليكتفي أو يكفي نفسه مؤونة الدنيا، وأن يكون أيضا متعبدا لله جل وعلا، فتربح تجارته في عرفة وفي منى، تربح تجارته في يوم النحر تربح، وهو يؤدي المناسك وهو يلبي ويطوف ويذكر ويكبر، ومع ذلك يعمل لله جل في علاه ويحاول قدر الإمكان. الفوائد المستنبطة: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس من العلم أن يقول أنا تركت الدنيا ولو أتقطع فيها ولو أشحذ وأترك عيالي يتكففون الناس، هذا مذموم في الشرع. ولا تنسى نصيبك في الدنيا، حتى في العبادة أمرك بالتجارة وتكفي نفسك خير لك عند ربك. الصحابة أعلم الناس بالقرآن ولا يتعدى قوله رحمة الله بالعباد. ديننا ليس دين التشديد، ديننا دين التيسير والرحمة والعزة. الآن سأستأذن حضراتكم لأن عندي حلقة الآن أنا متأخر عليها، وغفر الله لنا والمتسبب في ذلك. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحلقة إن شاء الله يكون اللقاء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.